والمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من بيروت العميد ركن حسن جوني نائب رئيس الأركان للعمليات بالقوات المسلحة اللبنانية سابقا. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم تسمعني جيدا. فكرة الغارات الإسرائيلية وتكثيف القوات الاحتلال الإسرائيلي من غاراته والاستهدافات، هل إسرائيل غيرت من سياستها أم هناك أهداف غير معلن عنها؟ هي ليست موضوع تغيير سياسات، هي بدء تنفيذ خطة عسكرية تطويرية للهجوم الإسرائيلي على لبنان. أعتقد أنها بدأت منذ يوم الثلاثاء في مرحلتها الأولى، والتي كانت تفجير الأجهزة اللاسلكية والبيجر، وهذه وهم أعلنوا عن ذلك عندما قالوا أنهم بدأوا مرحلة جديدة في الحرب على لبنان. وبالتالي هذه الغارات الجوية المكثفة هي جزء من هذه الخطة، وهي عمليات يومية تقوم بها من الآن وصاعدا، وربما تكون تصاعدية، لا ندري بعد ذلك ماذا سيحدث. ولكن هم فعلا دخلوا في مرحلة جديدة وينفذون خطة معينة في تصعيد، عنوانها تصعيد الهجوم على لبنان والضغط على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية. فكرة الغارات المستمرة، فكرة القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان، كيف يتقبل ذلك أو كيف يتعامل حزب الله مع ذلك؟ الآن نحن ننتظر ردة فعل حزب الله تجاه هذه الضربات المتتالية التي يعني أصابت الجسد الرئيسي للمقاومة، لناحية الاغتيالات، اغتيالات الكوادر، ولناحية هذه العملية المؤسفة التي حصلت في أول يوم يعني ثلاثاء، والتي أدت إلى 3000 إصابة تقريبا. نحن ننتظر الآن، نحن في خضم حدة المعركة الآن. وبطبيعة الحال يعني حزب الله يدرس خياراته بشكل دقيق الآن، وربما يكون قد اتخذ قرارا لا نستطيع أن نتوقع، ولكن الأمور لم تعد تتحمل الاحتواء وضبط الموقف أو المحافظة. يعني الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء، وهو أعلن عن عدوانية مستترة وعدوانية كبيرة جدا، ويحقق إصابات في جهاز حزب الله وتشكيلاته. فإذا على حزب الله أن يقوم بردود من مستوى هذه الهجمات، وليس تحت قاعدة رد مقابل اعتداء، إنما الأمور ربما أخذت منحى آخر الآن. نحن دخلنا في خضم يعني لا أقول حرب شاملة، ولكن مواجهة إلى حد ما واسعة وليس مفتوحة حتى الآن. وما السبب؟ يعني لماذا اختارت إسرائيل هذا التوقيت؟ اختارت إسرائيل هذا التوقيت؟ هذا نعم، بالأساس هي يعني هي محرجة في موضوع سكان شمال إسرائيل المطرودين من بيوتهم ومنازلهم، وهم باتوا يعيرون حكومتهم وجيشهم بأنهم جمناء أمام حزب الله، لأن بعد 11 شهرا وهم مطرودون من منازلهم لم تفعل لهم شيئا. فإذا الإسرائيلي محشور في هذا الموضوع، واحد. اثنين، العمليات ونمط العمليات في غزة بات الآن يعني شبه متوقف، لا يوجد هناك أي جهد حربي تقوم به إسرائيل في غزة، وبالتالي يمكن القول أنه يستطيع الآن الجيش الإسرائيلي التفرغ بين هلالين يعني إلى جبهة لبنان. لذلك يعني أدخل موضوع عودة سكان شمال إسرائيل على لائحة الأهداف الحرب، وبدأ بتطبيق خطته الجديدة. ولكن طبعا الأمور مرهونة الآن بردود حزب الله ومواجهة حزب الله لهذه الهجمات التصعيدية، وهنا طبعا يمكن القول أنه قد تكون هناك خيارات كثيرة لحزب الله. حتى الآن حزب الله لم يتصرف وفقا لقوته ومعايير قوته الحقيقية، يعني لا زال حتى الآن قطعا يعني يتصرف وفقا لقواعد اشتباك كان بدأها، وتحت عنوان أن معركته فقط لعنوان المساندة، مساندة غزة. لذا يعني هل إسرائيل ستتحمل الرد المنتظر من حزب الله؟ هل هي قادرة على تحمل هذا الرد بمفردها، أم المباركة الأمريكية قطعا ستكون هي كلمة السر في هذه المرحلة؟ دون شك أن الأمريكيون
أن الأمريكيين يعني يقفون إلى جانب إسرائيل، وهم أعتقد أنهم بأجواء هذه الخطة وهذه الهجمات التي تحصل، وإن كان في العنوان العريض يعني ليس في الضرورة بالتفاصيل، ولكن يعني طبعا الأمور يعني اليوم امبارح قال نتنياهو أننا بدأنا مرحلة تغيير الشرق الأوسط، وهذه عبارة لافتة جدا ومفاجئة. يعني ما علاقة عودة سكان شمال إسرائيل العنوان المعلن لهذه العمليات بتغيير الشرق الأوسط، وماذا يقصد بذلك؟ وهل يعني عندما نتحدث عن الشرق الأوسط لابد أن نتطرق إلى البعد الأمريكي والموقف الأمريكي؟ لذا سأقف معك عند نقطة استراتيجية، عذراً سأقف معك عند نقطة البعد الأمريكي والدور الأمريكي. فنحن الآن نتابع مجموعة من اللقطات الحية التي تأتينا مباشرة من الجنوب اللبناني لاستمرار غارات جوية عنيفة ينفذها طيران الاحتلال، الطيران الحربي الإسرائيلي على عدد من المناطق، مناطق بالقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. وكان مراسل القاهرة الإخبارية قد أضاف بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدة مارون الراس جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال في المناطق الجنوبية للبنان. أعود إليك مرة أخرى والحديث عن الدور الأمريكي والمباركة الأمريكية. أكمل الفكرة من فضلك. أو يعني إذا كان هناك ثمة مشروع كبير في المنطقة يتخطى الأبعاد الصراع القائمة حاليا بموضوع غزة وجنوب لبنان، إذا كان هناك مشروعا كبيرا يعني يتطرق إلى تغيرات كبرى في المنطقة في الشرق الأوسط، في ربما يستهدف ضرب القضية الفلسطينية أو إنهائها، أو يعني إنهائها من جذورها إذا صح التعبير، فهنا بطبيعة الحال يجب أن يكون هذا الأمر منسقا مع الولايات المتحدة، المفترض أن يكون كذلك. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نكون قد دخلنا في يعني في وضع خطير جدا قد يفجر الشرق الأوسط بكامله، إن لم نقل أوسع من ذلك.